اللي كان ملفت للنظر جدا يا كريم، يعني انا كنت الحمد لله موجوده امبارح، كان يعني بجد انا كنت سعيده وانا موجوده وقاعد وبتسمع وبتشوف كل الكواليس بنفسك كمان. لا امبارح يعني كابتن الخطيب ما فيش حد يعني كان جزء من النجاح ما شكروش، يعني اثنى على كل شخص من اصغر حد لاكبر حد كان جزء من نجاح هذه يعني الفتره الاربع سنوات اللي تم فيهم انجازات كتيره جدا على الارض، وده كان شيء محترم للغايه. يعني سواء حديثه عن سياده العميد محمد مرجان او دكتور سعد شلبي، يعني برضو رمزين كبار جدا ومحبوبين جدا وقدموا كتير جدا للنادي الاهلي، ده الحق يقال. يعني خليني اقول لحضراتكم كمان بالاضافه لده، كابتن محمود الخطيب كان حريص على ان هو يبرز دور الشباب واهميته، وكمان المتمثل هنا بنتكلم في كافه القطاعات وكمان في اللجان دورهم كبير جدا. وجه الشكر كمان لكابتن وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان، واكد ان والده اللواء مبروك متولي كان من اخلص الرجال للنادي، يعني بصراحه ما حدش يقدر غير ان هو يؤكد على هذه النقطه. كابتن كمان وليد مبروك من الشخصيات اللي بتشتغل بشكل احترافي ومحبوب جدا برضو على المستوى الشخصي. وكمان كابتن خطيب اكد ان الاهلي شهد تطوير كبير جدا في كافه اللجان اللي بتشتغل بجديه ونجاح. ويمكن احنا كمان في 10 الصبح في الاهلي كنا دايما حريصين ان احنا نعرض لحضراتكم شغل اللجان المختلفه يعني اللي بيتم. خلينا نشوف جزء من كلمه كابتن خطيب ونرجع نكمل. كمان كوادر الشباب، وده كمان امر مهم جدا، نادي الاهلي واي مجتمع واي ناس عايزين تنجح الشباب مهم، لان الشباب هو اللي هيكمل. كل واحد فينا بياخد وقته وخلاص، لكن الشاب اللي جاي هيسلم اللي وراه. فالشباب ده احنا اهتمينا بحاجه مهمه جدا، لجان النادي الاهلي اتفعلت الاربع سنين دولت بمنتهى القوه. اللجان دي بقى فيها عناصر كتير جدا من كل الاعمار، وفي لجنه الشباب اللي كانت ليها دور كبير جدا، بشكرهم كلهم لانهم فعلا كلهم بيحبوا النادي الاهلي جدا، وبرضه مش عايزين حاجه، ولا حد عايز يطلع له صوره، ولا حد عايز ياخد مقابل، مش عايزين، هم بيحبوا بس. واللي بيحب بس ده بيعطي وبيعطي كتير جدا. عشان كده في هنا شخص انا عايز اشكره الحقيقه، لان وليد مبروك، وهنا بتذكر رحمه الله عليه والده كان من اخلص الناس برضه بالنسبه للنادي الاهلي، رحمه الله عليه اللواء مبروك متولي. وليد يعني الحقيقه اسندنا له رئيس اللجنه العليا للجان، الحقيقه شفنا فيها خلال اخر سنتين تطور ملحوظ جدا، وتطور مع كل اللجان، الطفل والثقافه والشباب والمراه واصحاب القدرات الخاصه. انا مش عايز انسى حاجه من اللجان، بس اشتغلوا شغله كويس جدا، فانا بشكره جدا جدا قدام حضرتك. كمان ذكرنا محمود بفهمي، لكن مع محمود بفهمي في لجنه قانونيه، احنا لما تولينا مسؤوليه الحقيقه رصدنا مجموعه كتيره جدا من بعض المشاكل القانونيه، ان احنا ازاي المشاكل دي ازاي نخترقها وازاي نواجهها وازاي ناخد حقنا. عشان كده الاداره القانونيه كان برئاسه المستشار محمود فهمي معاه اجلاء يعني موجودين، انا مش عايز يعني اذكر اسماء، لكن اللي هم كلهم الحقيقه برضو نفس رؤيه النادي الاهلي، كلهم ناس بتشتغل بدون مقابل، ناس بتشتغل بحب للنادي الاهلي، هم دولت الناس اللي هتكمل مسيره النادي الاهلي. وهنا كان فيه الحقيقه، انا بس عايز استنى على الصوره دي شويه يا حازم، استنى حتى الصوره دي شويه يا حازم كويس. هنا الحقيقه يعني كان عندنا، هذكر لحضراتكم موضوع واحد بس، لما تسلمنا الاداره كان علينا حكم على النادي الاهلي، حكم ب 134 مليون و750 الف. النادي الاهلي متغرم بالحكم دوت في قضية مسك. طبعا لما قعدنا ودرسنا الموضوع، هي برضو من ضمن الإدارة المحترف، طب مين أفضل ناس؟ جبنا من الأستاذ محمود فهمي والأجلاء الموجودين، مش عايز بس أذكر أساميهم عشان أنا مش عارف مصرح ليه أذكرهم ولا لأ الحقيقة يعني. وتعاملوا مع الموقف ده. وهنا رحمة الله عليه مستشار حلمي عبد الرازق كان ليه فضل وكان ليه دور كبير جدا في إلغاء هذا القرار،
وشلنا من على النادي الاهلي او شال مع لجنته مع اداره مجلس اداره، احنا اخر ناس اتشال غرامه تقريبا تقرب من 135 مليون جنيه على النادي الاهلي. ده بس احد الحاجات، لكن كل القضايا اللي دخلنا فيها الحمد لله مجموعه المنتقاه دي كلهم يعني كلها الحمد لله كان فيها نجاحات واضحه جدا بالنسبه للنادي الاهلي.